السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، يا مرحبا ويا مسهلا. اول شيء يا جماعه الخير، رسميا اعلن خروجي من فريق باور. اسال الله ان يوفقهم مسيرتهم، واسال الله ان يوفقني ويوفقكم انتم برضو. لازم تعرفون شيء يا جماعه الخير، ان القرار ما كان بيدي، لكن اللي عارفه ولازم تعرفون انتم انه صناع المحتوى راح يبقون اخواني واخوياي اصدقائي، راح اقابلهم ما راح اقطعهم ابدا باذن الله اذا انا حي. لكن وش سبب خروجك يا رايد؟ سبب خروجي يا جماعه الخير من فريق باور اللي هو اختلاف وجهات نظر ماليه. اليوم الثلاثاء الساعه 9 بالليل راح يكون بثي بالتيك توك، الرابط تحصلونه بالوصف. حياكم الله كلكم، راح ارد على جميع اسئلتكم وناخذ ونعطي ونسولف اكثر بالموضوع. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول شخص معنا صهيب. والله ما ادري ايش اقول لك، وش المقطع هذا؟ والله ما ادري ايش. انا طبعا صحيتها من النوم، والله صحيتها من سايني والله. ندمت، انا ندمان جدا اني ما عرفتك من سنين كثيره. انا اخذت لي مقر صغير، مو بينا بالفلة، مقر لازم تسير علي، اذا ما سيرت علي ثواني مقر شو اخذت هذا شهر كلار. طيب اسمع صايب، خليني اقول لك، لا انا لازم اصير رجال، لازم اصير رجال. قوي نفسك، بسم الله قوي نفسك. هذا اخر يوم لي بالفلة، معنى آخر، هذا آخر يوم لي في باور. واتالله العظيم تمزح صح؟ واتالله واتالله وأيم الله، ما كان ودي أصلا ولكن لازم أطلع، فلذلك أبيك توعدني إنك تجيني وتسير علي وش اسمه. تمزح صح؟ أرجوك والله اسمع، خلنا أقول لك شيء صحيح. أنا أرضاك، قول قول تمزح والله شيء. إنه هذا آخر يوم لي بالفلة وهذا آخر يوم لي في فريق باور، أطلع أنا. أي والله العظيم أنا أدري إنه أنا ما ودي، وأقسم برب الكعبة ما ودي أطلع، ودني أحب العيال، عشان كذا لازم أطلع، ما أقدر أجلس أكثر من كذا، ما أقدر. والله ما أشتاقلك والله شد. أنا أبي أشوفك، أبيك تجيني مع العيال. بجيك عيوني لك يا بعد روحي، لأنه أنا خلاص آخر يوم لي بالفلة. بس أنت طب يوتيوبيا إن شاء الله مستمر. مستمر أكيد، لازم أستمر. أحب أودعك الحين من غير شر. لا والله من غير شر. يا حبيبي صايب، الله يوفقك. واخوان انت قابل، ترى ما احنا بعيدين، انا جنبكم هنا قريب. عكرت يوم اقسم بالله. لا 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 عكرت يوم. لا لا سلامك. طيب زياد بقول لك شيء، أنا وين مختلفتني راحت؟ ما أدري. أخذت لي مقر زياد. أيوه. هذا آخر يوم لي مع الفريق. لا تكتب. والله العظيم يا زياد. أوه لا تكتب والله ما. ساعتك بالله. اسمع أقول. ما يصير. إيه أدري أدري، والله ما أدري ما يصير. ولا ودي. ما ودي. مقلب صح؟ والله وتالله يا زياد إنه مقلب إنه هذا. أسألك بالله. ورب الكعبة المسلم. المقطع هذا قد ما أقدر إنه ما بخليها وداعا يا الله، لأنه بكرة هذا عندي بصراحة. بكره يا كلهم عندي يوميين بيجون عندي، فهمت؟ انا لازم اخمك زياد قبل لا امشي. وين تمشي؟ والله انت باقي والله باقي والله انت باقي. الموقع هذا تسير علي انت بغيت. طبعا يا جماعه الخير، اوكي انا بطلع، بس انه مو بشرط اني اودي العيال نبكي وكذا، انا بحاول قد ما اقدر انه ما اخلي خروجي حزن او اخلي العيال يحزنون، لاني انا مكاني جنبهم قريب منهم، متى ما اخلصهم دوام بيجون يعني، ترى نتقابل وكذا، نبقى حبايب اخوان. يا عيال كم نسبة الشوك؟ قسم بالله يا لك فقدة ما هي عند بني آدم. والله مليون. لا تسأل السؤال وانت عارف الجواب. يا ربي يا ربي. أخواني في شيء واحد ما تدرون عنه، ممكن الجمهور ما يدري، تدرون اني اقابل العيال اكثر ما اقابل اهلي والله العظيم. صح. يمكن اهلي يمكن يجيهم بس وكنا اما ايام مع العيال السالفة. يا خفنا طيب. وش فيك انت؟ فلذلك هذا اخر يوم لي فريق باور. والله اني ما كذا، بس اسمع اسمع اجلس اجلس، خليني اقول لك شيء. اجلس اسمع، اجلس اجلس، خليني اقول لك، خليني اقول لك، خليني اقول لك وش ذا. اجلس بعلمك والله، بعلمك اجلس والله. ليه؟ بعلمك الحين، اجلس بعلمك. يعني كل هالغلا والخوه هذه، هل توقعني خلاص انا الحال وانتم الحال؟ ما انتقال، لا بانتقال. عشان كذا انا ما ابي اودع الا الوداع يعني. عيال لو ودعت اوكي يمكن ما اشوفكم، لو ودعتكم يمكن ما اشوفكم، بس انا بشوفكم، يمكن بكره نتقابل، بعد بكره نتقابل، كل يوم، متى فضيتوا تسيرون علي؟ جنب بيتكم بعد، ابيك تودوني بس انكم تسيرون علي، انا ما اقدر اجي هنا. ما اقرب ذا ولا بشوف. والله عيال انا تحديت اني اطلع، لازم اني اطلع، والله بتوحشوني يعني. شوي يعني شوي للي انت تعرف انه ما في ما له طعم والله الجلسه، الفيلا كلها ما له طعم. يا بعد روح والله انا ودي. الوجه الاخر هذا انا ابيه، ابي امشي بالرايد اللي يضحك، فارجوكم خلوها تأدي. صادق صادق. اي والله، ف
فأبيك توعدونكم تجون يعني بإذن الله ما يحتاج وعد حتى يعني صح؟ والله ما يحتاج جنبكم يا ربي يا ربي طيب تكفون انتم السبب سنعين سببت بالله ولا شوي باقي لا نقول لكم وداعا اللقاء قريب طيب مودي اول شيء انت وحشني مره يا حبيبي مشتاق لك اليوم اخر يوم لي معكم بوقت والله والله اي خلاص لكن متى ما بغيتني تلقاني موجود عندك رقمي صح اي شيء تبيه تبي مقطع اطلع معك بمقطع ناقصك شيء تبي شيء اخوك كبير زين وبشوفكم بجيكم الشرقيه وبتجوني تصيرون علي عندي مكان بعد تصيرون علي والله يا بعد عمري يا حبيبك يا حبيبك والله ما اخليكم والله لازم اقابلكم زين يا حبيبك الله يوفقك خلنا خمك خلنا خمك رايد ما تروعني والله عادي لا تخاف مع فارس يا جماعة الخير اللي ما يدري من أكثر الناس اللي يكلموني على الخاص يقول لي ارجع 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 والله العظيم كل عيال ولا هنا عيال كلهم والله يكلموني وأنا أرجع هذا آخر يوم لي مع الروض والله العظيم ما أكذب عليك والله والله قسم اللي خلقك ما أكذب عليك آخر يوم لي بور زين فما جيت أنا بودك عندي مكان أنا وبيك تسير علي بعد ما راح نتبقى بعد بكرة تسير علي بعد بكرة تسير علي أي وقت فما راح أودعك إنه خلاص ما راح أشوفك ننقطع من بعض سنة لا 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 سنة والله ما أكذب والله إيه والله ماشي أحملك يا حبيبي يا حبيبي تراني موجود والله إني صادق والله وموجود تراني فارس متى ما احتجتني موجود اقسم بالله يا حبيبي يا بعد قلبي واجيك مكانك بدل لازم مستحيل فارس مستحيل تكفى انا وعدتهم انا ما تخليني ابكي ما ابي ابكي ارجوك انا ما متخيل رايد والله هاي ادري وانا ما متخيل تحسبيني من مسلم والله اني منصدم ما ادري شلون بتركب انا ما اقدر اقول الله يرضيك المكان اللي انت فيه باذن الله اسير عليك لازم والله يا جماعه الخير ما تتخيلون قديش رايد يوم راح وقطع قديش ترك مساحه كبيره يا بعد راح اي ما في واحد في الفيلا ما يحب رايد ما في مستحيل مستحيل اي مقطع يطلع فيه يساعد الكل يطلع مع الكل يسولف يعني ليه فقد الفيلا ما تخيلونه فيوم يطلع واحد زي كذا اقسم بالله انه خساره علينا قبل ما يكونوا على طول الله يوفقك باذن الله يكون خروجك الافضل باذن الله باذن الله يا بعد عمر يا اخي على خير ان شاء الله اقسم بالله لا لا ادري ادري انه الجميع منصدم جالس اصلا من يعني مو ما هي لانه وش لانه جاي هنا قبل يوم قبل امس ما كذا عايد ما في شيء انه يلا برجع متسترجع ان شاء الله قريب قريب قاعد يقولنا كذا حتى احنا نقول متسترجع وقريب برجع دخل علي قاعد يصور مقطع هذا مقطع رجع بس قبل بس حسيت فيها في البدايه لا ما علي ما علي عادي الله يرضى عنك تواصل باذن الله باذن الله ابراهيم بعد قلبي يروح هذا اخر يوم لي ما دور اجيت اودعك من غير شر أنا آسف عزيزي المشاهد آسف على المقاطعة لكن هذا البركود حق سنابي اليوم أول يوم أبدأ فيه سنابات أشياء ما تشوفونها باليوتيوب لكن تكون يومياتي فحياكم الله صور الشاشة وتعال قل من طرف اليوتيوب شكرا خليكم عمر أكملوا أنا آسف أجيت أودعك من غير شر لأنه أنا عندي مكان تقدر تجيني فيه مرح ومسهلة حياك الله بأي وقت ما ودي أجيبه بحزن ونودع بعض لأنه لا بقابلك اليوم إن شاء الله وقبل أمسين أمسين الحين عادي والله أن عادي والله أن عادي إبراهيم ترى وما نبعيد عنك تراني جنبكم هنا اسمعني والله أني جنبكم أقسم بالله أني صادق مغلب يجيب والله العظيم ما ترى الله أنه مو مغلب من الكلام اللي أنا قاعد أقول الآن أنه صدق فجيت بودك من غير سر أنا موجود وبرياض كلنا برياض ترى إبراهيم عادي والله أن عادي يا حبيبي فما بي أودعك ويلا وحزن لا والله راني يجيب الحزن وين الحزن حنا جنب بعض والله يا أخي الله يسعد الرجب المهم ما كتبت شفني انا اللي بطلع فوق انا اللي ابكي والله العظيم اني اسمعك شوف وجهي والله ما توصل والله انا هون بجنبك يا الله ابراهيم تكفى خليني اندم اني قلت لك تكفى يا ابراهيم انا هونك بجنبك تراني اعطيك كف تسوي شيء لا والله ما تسوي شيء بينا حتى لو ما بعد ايه كلكم يا عادي وش يا اخي والله تو قلبي تعرفني انا ما ابي والله ما ابي واحد واحد فخلي يا جماعه طبعا يا جماعه الخير شيء حلو هذا آخر يوم لي مع باور والله العظيم أنا جاي أودعكم الآن من غير شر وأنا موجود بالرياض جنب بعض بنتقابل راح نأخذ هي يلا عزوز هي لا صراحة ما يبغالي لا لا عزوز والله ما يبغالي والله نملة نملة والله ها إيه سواها ما يبغالي
ليه؟ قسما بالله والله غصب عني يا عزوز والله الله غصب ما في غصب عني من غير شر انا مو بودعكم انا قلت لهم انه بودع عيال وعندي فكره انه نودع بعض احنا نضحك لانهم جنبكم شلون نضحك شلون كيف انا جنبكم هنا يا جماعه الخير شلون يعني مثلا في رايد تجيني مكاني هنا عندي مكان مؤتد كامل وكل شيء فحياكم الله يا مؤتد قلبي عندك كامل قلبي كامل كامل الله ليش على قلبي فخلوني اخمكم ما تحرموني من خمتكم قبل امشي دقيقة أنا معلمتكم الآن أنا بمكاني الجديد يا رب لك الحمد الله يجعله مبارك يا رب العالمين أفتح هلا هلا يا هذا مكان جديد أبيكم تقيمونه ما خلص كامل لكن يعني في أساسيات بسيطة بسم الله هذا الحوش تعال يا جماعة طبعا هنا في معاي شيف هذا من أساسيات المكان ما يحب الظهر الإعلامي طبخ لنا اليوم هذا مطبخ يريح أسلام ضبطك والله ضبطك ما حضنتك تعال يا حبيبي يلا 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 ها أهم شيء اسمع أهم شيء هنا قبل لا أسكن أنا جبت شيف يسكن ساكن هنا معي معك معي ساكن والله أنا ساكن مكرونة ذبيحة كل شيء في شيء رايد أقوله يعني في كلام بخاطري ها صح إنك بدعت العيال إيه وقلتهم لكن والله العظيم انك ما قدرت والله قسما اي والله طلعت من بوبس والله ما طلعت من قلوب يا بعد عمر قسما بالله تبقى انا قوي. مستحيل اخليك والله مستحيل تتخلى عني يا بعد عمر تعال بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هنا غرفتي ما جهزت عادي اطق بشوف شوي بس يلا شوي بس ايوه اصبر باقي ما خلصت في جحش موجود ما خلص طبعا هذا وجه الصغيرون مقلط هذا لا اي أيوة والله مقلط هذا حق العشاء ولا حق العشاء مقلط الشباب لا والله رايت ملموم والله ممتاز باقي المجلس تعالوا تعالوا اوريكم طبعا هذه جلسه خارجيه حقه شبه النار والشتويه هنا يدينا كل شيء بسم الله جاهزين بسم الله الرحمن الرحيم هذا المجلس ادخل ادخل رايت كيف الله؟ والله العظيم انه انا والله انه ذوقي الله اعطاك اشياء كثير أيوه. لكن في شيء ما اعطاك اياه وشو؟ ذوق رايد هذا مو انت اللي مسويه قسم بالله اختك اقسم بالله والله العظيم ان هذا الكل اللي مسويه انا والله واختياراتي والله العظيم بس كيف الله؟ يا ولد تبي تقنعني انك تسوي طاولتين دبل اي والله الالوان يعني لون مريح للعين صح اتوقع وشو؟ يجيب فرشه سوداء لا سلامات وين؟ هذا المجلس قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله يا جماعه ما شاء الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم اول مقطع يوتيوب هي. اليوم لعبنا لعبه تحدي من يصحي ثاني كم يا جماعه الخير شرفتوني وانستوني في ناس هنا كثير اللي هنا قاعدين يشوفوني الان يحسبوني انا طلعت من بور خلاص ما قابل العيال لا ولا اصور لا ما يدرون لا والله انا طلعت من بور يا جماعه بس ان هذول بقلبي ما طلعت ما طلعوا من قلبي والله رايد رايد تكلم ايش تقول عيد عيد لا عيد عيد الكلام عيد الكلام اللي قلته عيد الكلام اللي قلته ايوه يا جماعه يقولون انه رايد طلع من بور خلاص ما يقابل عيال مجلس رايد راح مدري وش راح ما راح شيء يا جماعه هذول بقلبي صناع المحتوى كلهم بقلبي من اكبرهم الى اصغرهم اخوياي قبلهم كل يوم يصيرون علي هنا نفسه ما راح تغير ما راح تغير باذن الله مقلب السماعه سوي هنا مجلس رايد هنا هنا اللي بعد اقول لكم القادم اجمل شرفتوني بعد عمري المكرونه المكرونه ها هذه عشاء اليوم عليه ايه هذه يا حبيب اخوه يا مرحبا والله مسهلا المكرونه عطى عطى الركضه عطى الركضه بسم الله يلا 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 سرع ايه يا ابو شايع كيف والله وين ما شاء الله المجلس سهل ما شاء الله طبعا عشان المطر شلت الكنب اللي هنا يا ابن الذين والله اشتغلت ورب الكعبه ايش رايك
والله اشتغلت رايد ابو شربي. والله انك اشتغلت جويد ولا مو جويد؟ اقسم بالله يا جماعه وانا احلف بالله انه سوى هذا كله وانا ما ادري عن بيش كيف مداك. طيب احمد في ناس يقولون انه خلاص ما راح تقابل احمد ان طلعت من باور فراشي هنا فراش. تم بس المجلس المجلس رايش والله والله ما ادري ناس يقولون انكم خلاص بتتركونه. منو الناس الجمهور والله يكتبون المجلس انه... ايه يلا ادور لك عدوى ايش. طيب المقطع الجاي يا جماعه الخير ايش مجلس رايد. ما جهز يلا نجهز الان بعد شوي الكاميرات يا ولد. كذا يكون وصلنا لنهايه المقطع. لا تنسون ايش اللايك والاشتراك وابشروا بالخير المقطع الجاي باذن الله تكون رايد. شكرا بس مع السلامه.